السلام عليكم، معكم اخ العداء المغربي سفيان البقالي. حنا فرحانين بزاف بهذا الفوز هذا، وشرفنا وشرف المغاربه كاملين من طنجه حتى للقويره، والحمد لله استطاع يحقق الحلم ديالو اللي كان كيتعب عليه لمده 16 عام. الحمد لله ربي ما خيبوش، وكذلك كيخدم على هذه مده العامين على الاولمبياد طوكيو. الحمد لله ربي ما خيبوش كذلك، نتمنوا ليه مزيد من التوفيق في اولمبياد طوكيو، في اولمبياد باريس 2024، ومازال الخير قدام. حنا كنا مامنين به غادي يجيب شي ميداليه في اولمبياد طوكيو، حيت كان كيخدم، ما كانش كيحبس في مدينه افران، لدرجه ما كناش كنشوفوه مده 6 شهور، كان كيجي غير يجلس في الدار يسلم علينا ويولي يمشي. والحمد لله ربي ما خيبوش. سيدنا محمد من عائله الله معاه.